كأس إفريقيا 2019 وبسلسلة لا هزيمة 35 مباراة. ضف إلى ذلك لكي ننور الرأي العام، نحن هنا لتهيئة مساحة لفهم كرة القدم. لما نفهم كرة القدم شيء مختلف أن تفهم كرة القدم وتحب بشغف كرة القدم، لأنك لما تحب بشغف كرة القدم تصبح لديك مشاعر وعاطفة، وهذه المشاعر والعاطفة يمكنك أن تشخصن كرة القدم الجزائرية. هذا ربما ما أثر سلبا على عدم استدعاء بعض المحليين، لأنه هناك عاطفة جياشة بين الأندية، وربما حرمت الكثير من اللاعبين، والأمثلة كثيرة محمد. لا أريد أن أتكلم لك عن الحاج عيسى لما كان في أوج العطاء، لا أريد أن أتكلم على عبد الملك زيايا وعلى يسعد بورحلي لما كان، لا أريد أن أتكلم على حسين أش ولو أنه لاعب قليل، ولا أريد أن أتكلم أيضا عن عمار عمور. العاطفة الجياشة لأنصار النوادي الجزائرية ربما هي التي حرمت كل هذه جودة اللاعبين من بين أحسن وأفضل وأرفع وأجمع اللاعبين التي ذكرتهم محمد. فلهذا لو نريد أن نتفنن في مفهوم الكرة هنا في الجزائر، يجب أن نبتعد ونتجنب العاطفة التي ممكن أنها تضر. محمد، أضيف شيء بسيط وفقط، خسرنا في مسابقتين هامتين التي كان بإمكاننا أن نتوج فيهما، وخرجنا من الدور الأول، وتأتي بكل ثقة تقول لي لا يوجد لاعبين من البطولة الوطنية. نحن خسرنا مع موريتانيا في آخر مقابلة رسمية قبل المقابلتين ضد المنتخب الغيني والأوغندي، فلهذا وجود غزالة كان أمر جيد بالنسبة للمنتخب. وجود بالليلي أحسن عنصر في المنتخب الوطني في كأس إفريقيا كان بالليلي. تقول لي ممكن نتكلموا في كمي مرة في البلاطوهات خارج الملعب، ممكن أن اللاعب ليس بأحسن المثال، ليس بأخير مثال أو أجود مثال ممكن أن نتكلم عليه، ولكن المنتخب الوطني لو لم نفوز ضد المنتخب الأوغندي، لكي نجد الحلول يجب أن تعطيني رأي، قاسي سعد يعطي رأي، محمد أمين عودي رأي، أميدو رأي، ونتكلم فيما بيننا. أهل الاختصاص محمد، لأنه الفيدباك باللغة الإنجليزية، التعليقات هي أبرز وسيلة لإيجاد الحلول. التعليقات لما تكون من عند محمد ومن نتناقش ولا نتجادل، نتناقش لإيجاد الحلول المناسبة لمنتخبنا. قاسي سعيد، شباب قسنطينة خسر المركز الثاني في آخر جولة من عمر الدوري الجزائري، وهو الذي كان مرشحا للحلول ثانيا ولعب دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، ترك مكانه لشباب بلوزداد الفائز في الثورة مع خسارة مفاجئة لشباب قسنطينة على أرضية ميدانه أمام وفاق سطيف. يعني عمل هذا الفريق عمل كل شيء منذ انطلاق الموسم، هو يحب يلعب رابطة الأبطال، وكان حتى الجولة الأخيرة يعني متأهل باش يفوز بالمرتبة الثانية، ولكن اليوم يوفق صيفي أحييه، لأن لعب إلى ريسبكتيليتي سبورتيف، لعب كرة القدم كما لازم الحال، ولعب أيضا من أجل المركز الرابع، المركز الرابع ولكن لكأس الكاف، ولكن خدته الاتحاد العاصمة. نقول باللي اليوم الشباب قسنطينة عمل كل ما في وسعه باش يفوز بالمقابلة، ولكن لعب أمام فريق اللي كان يعني قادر الكرة الجزائرية وقادر يعني الجمهور، ولو ما كانش الجمهور لعبوا بدون جمهور، ولكن يحيي الوفاق سطيف. الوفاق سطيف والمدرب عمار سويح، أنا كنت خدمت معه في شبيبة القبائل، شوف كان إفكتيف مويا، اليوم قدر يصوت على الحق إلى غاية التنافس على المركز الرابع، نحييه بهذه المناسبة. سقوط نجم بن عكنون في آخر جولة خسر في البيض. بعد خسارته في البيض، وكان قد خسر الأسبوع الماضي على أرضية ميدانية أمام شباب قسنطينة. نعم، وبالحديث أيضا على يوسف بلايلي اللي كان تحدث عليه أمين عودية باش ما نعاودوش، سجل هدفين اليوم وأنهى البطولة هداف مناصفة مع بالقاسمي ب 14 هدف، أفضل هداف وأفضل ممرر في البطولة الوطنية ب 12 تمريرة حاسمة. تصور لعب مثل هذا عنده 26 كونتريبيسيون سور 30 ماتش، تعاقب أربع مباريات وغاب على بعض المباريات بعد فوز المولودية باللقب اللي كانت ملعب في تيزي وزو، ملعب في بسكرة، ولعب كأس إفريقيا وغاب على العديد من المباريات. لما تشوف بلايلي تلقاه لعب حوالي 24-23 ماتش تاع الشامبيون، عنده 26 كونتريبيسيون. لم يشكك أبدا في إمكانياته، هو قال بأنه يعاني من
حالة انضباطية. فقط تفضلت وتكلمت مع الأخ قاسي سعيد في الكواليس أنه صحيح أنه بالليلي كانت له سقطات هذا الموسم خاصة لما يتعلق الأمر مع الحكام، ولكن تعال لكي نتكلم كمية الضغط الذي تعرض لها منذ أن وقع مع مولودية الجزائر، فلهذا يجب تغيير بعض رؤيتنا إلى الكرة، بعض المفاهيم نقولها بكل صراحة. نحن هنا من أجل مصلحة النوادي الجزائرية ومن أجل مصلحة سواء كانوا لاعبين إداريين أو حتى إعلاميين، مصلحة الكرة الجزائرية أولى. كيفية الضغط على بالليلي هي التي محمد تأتي بأحسن لاعب في العالم، لا يمكن أن يتعرض للضغط. عانى من ضغوط تقصد؟ أقولها وأنا مسؤول على كلامي. الضغط السلبي هو السبب الأيقونات هنا في الجزائر. ما هو الضغط الذي تعرض له؟ تعرض إلى الضغط السلبي من شوف محمد، مولودية الجزائر فريق عاصمي تاريخيا يعد من أبرز وأحسن النوادي، أعرق النوادي الجزائري. في العاصمة يوجد كم من نادي؟ ستة كانوا يلعبوا هذا العام في البريمير ليج، خمسة ستة سي ار بي موديو. فلهذا وضف إلى ذلك مولودية الجزائر هيمنة بالطول والعرض، الست نوادي هنا في الجزائر، هناك مشاحنات بين النوادي العاصمية محمد، فلهذا ممكن تألق بالليل مع المولودية أزعج بعض النوادي. ممكن أنه اتحاد العاصمة لما تألق الموسم الفارط أزعج بعض النوادي العاصمية أيضا، ولكن لما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني يجب أن نترك المشاحنات والعواطف الجياشة، لأن المنتخب الوطني يعتبر أعلى درجة وأعلى. تقصد أن الجماهير استفزت بليلي؟ لا ليس استفزت، ضغطت عليه سلبيا، ورأينا بليلي كما لم نره من قبل يخرج يعني يخرج عن النطاق. وأي لاعب محمد أنا مسؤول، كريستيانو رونالدو في أوج العطاء خرج أخرج عن نطاقه لما في كان مع مانشستر يونايتد. إنسان يبقى إنسان معرض إلى أشياء مماثلة. تيماجيني تكون ليغو نيميرو 1 للشعب ديك تو ريفيان شامبيونات تاع بلادك tu t'attends un accueil meilleur. ولكن لم وبعدها توقع في نادي تصبح المنبوذ رقم واحد للأندية للجماهير الأندية الأخرى. سي بور سا كو لا ميموار دي جون لي تري تري كورت. هذا لو جوار لا دوني اون 2019 كونتريبيوشن ماجور باش دينا لا كان 2024 هذا لعبنا الكاس افريقيا كان افضل لاعب كان فترة من الفترات افضل لاعب في المنتخب الوطني. دونك سي بور سا الى ذلك لكي لا نعطي لكل ذي حق حقه، هناك العديد من اللاعبين الجزائريين الذين سبقوا بالليل في الدرب والشعور باللعبة وبالمستطيل الأخضر ولم يفعلوا مثل ما فعل بالليل. أنا لا أدافع عن يوسف بالليل، أقول كرويا ما يجب إعطاؤه حقه، ولكن هذا ربما نعود الآن إلى لما ما تكونش عندك لاعبين أكاديميا مؤهلين ومهيئين إلى المحترفين إلى هذا النوع من الضغوط، هاو ما يسفر عنهم.